كل شخص لديه قصة حزن بداخله، شخص عانى من أشخاص أحبهم أو ما زال يعاني، وآخر تعب من التضحية من دون نتائج، وآخر يبكي كل يوم على أشخاص رحلوا من الدنيا، والبعض يعاني من الغربة حتى وهو بين أهله وعشيرته، وآخرون يسمعون هذه الكلمات ليجدوا أنفسهم بين بعض السطور، فلا تصدق بأن أحدا لا ينقصه شيء، وتأكد بأن الحياة تأخذ من الجميع، لا سعيد إلا من أسعده الله، فالله هو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أسعد وأشقى، وهو الذي أغنى، فالحمد لله على كل شيء.